السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي والعلمي. معاكم دكتور مصر درويش. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس مهم أوي خاص بالقسم العلمي. النهاردة بتوع الأدبي، معلش، عشان الدرس ده إيه خاص بالعلم بس، ألا وهو في ترج، ألا وهو الأنجل أوف إليفيشن أند بريشر. تمام؟ في دروس مشتركة بنقول عليها، وفي دروس منفصلة بنقول عليها، عشان لو ولاد الادب قاعدين لا ممكن تذاكر دلوقتي في اي حاجه، لان درس النهارده او حصه النهارده مع طلبه العلم بس. بيقول لي ايه؟ الدرس ده خدناه قبل كده في اولى ثانوي بس كان حاجه بسيطه جدا. بيقول لي ايه؟ تعال امشي معايا وتعامل مع الانجل اوف اليفيشن اند ديبريشن، ودي حاجه اسمها ابلكيشن اون سولفينج ذا تريانجل. خدنا في الترم الاول الساين رول والكوزاين رول، وطبعا مسائلهم وازاي يعتمدوا عليهم. النهارده ناخد مسائل كبيره بقى عن طريق خاص ايه الانجل الاليفيشن والديبريشن. ولينا هنبص على اول تعريف، بيقول لي اف ان اوبزرفز ات بوينت ايه، يعني الراجل اللي بيرصد الحاجه واقف عند ايه؟ على الارض اهو. تمام؟ ابورد ات اون اوبجكت ات سي، وبص على حاجه فوق منه اعلى منه سي، يبقى الراجل واقف عند ايه تحت بينظر الى رؤيه سي اعلى منه. ذن ذا انجل فورمد فروم ذا هورزنتري مع الاي بي، الانجل اللي هي مع السهم اللي هو اي سي مع الاي بي سميت عندنا انجل اوف اليفيشن، بيقولوا على زاويه الارتفاع. تمام كده؟ طيب لو انا موجود على الارض وببص على توب اوف ذا تاور، توب اوف ذا هاوس، روك، كل دي حاجات، يبقى انا بعمل حاجه اسمها ايه؟ انجل اوف اليفيشن، زاويه ارتفاع. طب ناخد العكس، لو انا موجود على حاجه عاليه زي هاوس، توب، روك، ايا كان، وبنظر على حاجه على الارض، ماشي؟ قال لي if an observer at a point A looks downward، يعني بينظر لتحت، بيبص لتحت، at an object على هدف C على الارض مثلا، then the angle formed from the horizontal، الخط الافقي بتاعه اللي هو مرسوم قدام منك ده، الهوريزونتال، and اللي هو AB مع الـ AC سميت عندنا حاجه اسمها angle of depression، زود الانخفاض، يبقى الاليفيشن واقف على الارض وبص حاجه اعلى منه، الديبريشن واقف فوق وبص حاجه تحت منه، عشان نميز ده وده. طيب بعد كده ايه؟ هنشوف منظر جميل الاثنين بيجمعهم مع بعض. ده حاجه بسيطه المستر بيوضح ازاي الانسان بيرصد حاجه، سواء بيبص على طياره، بص على هلال، بيبص على مثلا صاروخ معدي. فبيقول لي ايه؟ لاحظ the measure of angle of depression C formed A from A equal the measure of angle elevation A from C. يعني على فكره خلي بالك الاثنين دول قد بعض، ليه؟ عاملين حرف زد، عاملين ترنيب، يعني انجل A اللي هي فوق اللي هي الديبريشن هي بالظبط الميجر بتاعها زي انجل A بي سي اللي هي ايه؟ elevation. الاثنين دول عاملين حرف زد قد بعض تماما، عن طريق طبعا الترنيب اللي خدناه زمان فوق الاعدادي. طبعا ده مثال بيوضح كيفيه المثال، بيبص ازاي والانجل طالعه من عينه وطالعه السهم ازاي مع الارض، ودي حاجه درس مهم جدا بيستخدمه جماعه الطيارين وجماعه البحاره في مسائل مهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض الامثله جايه ازاي. اول مثال جميل بيقول لي ايه؟ فروم ذا توب اوف ذا هاوس، من قمه، ها، فروم ذا توب اوف ذا هاوس، من قمه منزل. فلازم تعرف بدايتك منين. فروم يعني من بدايتك اهو، توب يعني اعلى او قمه منزل. ا كار ويز اوبزورفد يعني عربيه لوحظت، يعني الجمله مبنيه للمجهول هنا خلي بالك. ا كار ويز اوبزورفد ات ذا انجل اوف ديبريشن، العربيه لوحظت بزاويه او بانجل ديبريشن، يبقى الراجل واقف عند سي فوق بص على عربيه على الارض، لقى الانجل بتاعتها كام؟ 32 ديجري، اسمها ايه بقى؟ الديبريشن. اف ذا كار از ات 50 متر، لو العربية تبعد 50 متر 50 متر عن قاعدة البيت أو المنزل، يا ترى أوجد فايند ذا هايت أوف ذا هاوس، يا ترى الراجل اللي واقف على المنزل ده ارتفاعه قد إيه على الأرض؟ ارتفاع المنزل قد إيه؟ طوله قد إيه المنزل ده؟ جميل، يبقى أنا لما جيت الرسم قريتها قلت هنرسم مثلث رايت، ونيجي فوق خالص هعمل خط كده هوريزنتري منقط زي الري ده كده، وأروح واخد خط من سي رايح للكار لحرف الإيه، وعامل انجل 32 بين الهورزنتال والسهم اللي نازل ايه الى سي اي. الانجل دي طبعا يا شباب بتساوي بالترنت انجل اللي تحت حرف زد اهو، يبقى ليه هي كمان 32. العربيه اللي قدامك دي بينها وبين قاعده المنزل 50 متر، تبعد عن البيت ده 50 متر، يا ترى المنزل اللي هو واقف عليه الراجل ده طوله قد ايه؟ هنا بقى لو الولد هيقول له مستر بص
احنا عندنا طبعا الساين والكوزاين والتان، هندور على حاجه تجمع بين الهايت اللي هو الاوبوزيت وبين الادجيسن اللي هي ال 50 والان 32. ايه الحاجه اللي خدناها من اولى ثانوي او من ثالثه اعدادي؟ تربط الاوبوزيت بالادجيسن، الاوبوزيت بالادجيسن. الاوبوزيت اللي هو ارتفاع المنزل، الادجيسن اللي هو ال 50 متر على الارض، والانج 32. هلاقي كلنا بنقول ايه؟ طبعا هي كلمه التان اللي هتربط، يبقى تان 32 بتساوي مين؟ بي سي على اي بي. يبقى بي سي على اي بي هتساوي تان 32. طبعا بي سي ده هو اللي انا عايز ادور عليه، عايز احسبه، وبالتالي حول البي سي بتساوي، اعمل اكس كروس، اعمل 50 تايمز تان 32. طبعا بالاله الحاسبه الجميله ابروكسيمتلي 31 متر. يبقى ارتفاع المنزل ده تقريبا كده 31 متر. يبقى انا كده ايه؟ حسبت ارتفاع المنزل عن طريق استخدام التان. طب لو حد استخدم الساين هيلاقي نفسه الاوبزيت مش معاه والهايبوتنس مش معاه. حد استخدم الكوزاين هيلاقي الادجسنت بس هيجيب الهايبوتنس، ويرجع يعمل بايثاغورس يجيب كذا، برضه شغال. بس انا بدور على حاجه تربط على طول العلاقه في خطوه واحده الاوبزيت بالادجسنت بالانجل، الا وهي مين؟ التان سيتا. تعالى نقرا السؤال ده، والسؤال ده مهم، هو اللي بيفهمنا بقى على التطبيقات اللي احنا خدناها ايه في الترم الاول. A man observed the top of the tower. راجل بص على قمه برج. لاحظ قمه برج. لقاها انجل 36 ديجري و18 مينت. لقى الانجل بتاعتها، يبقى الراجل واقف عند ايه؟ بص على البرج اللي هو سي دي، لقى الانجل بتاعتها 36 18. حلو؟ ايه اللي حصل للراجل ده بقى؟ When he walked horizontally، لما مشى مسافه 100 متر toward the base of the tower. الكلمات هنا مهمه جدا والاتجاهات مهمه. الراجل ده مشى مسافه 100 متر نحو قاعده البرج، تمام كده؟ وجه عند نقطه ثانيه خالص، he found that the measure of the angle of elevation of the top لقى 60 17. يعني بص وقاس ثاني لقى 60 17. الله، يبقى كان واقف عند ايه؟ بص على دي، لقى 36 18. مشى مسافه 100 متر وقف عند البي وقاس ثاني لقى 60 17. فالسؤال بيقول لك ايه؟ find the height of the tower to the nearest meter. يا ترى ارتفاع البرج ده كم متر تقريبا كده؟ لما تيجي ترسم المساله هتروح واخد الاول ايه؟ خط واقف اللي هو سي دي، وخط نايم على الارض اللي هو اي سي. ده الاول تروح تحط كده خط واقف وخط على الارض، وتحط سن قلم عند الايه، وتروح عامل سهم طالع من ال دي، وتحط الانجل الاولى. الراجل بيمشي نحو، يبقى هنمشي نحو البرج نتقدم مسافه واكتب حرف بي، واقيس ثاني مره الاقيها ايه، واحط انجل اس 17. المسافه اللي مشاها اي بي نكتب على 100. كده بقى انا عايز ارتفاع السي دي، اجيب السي دي ازاي؟ فلان يقول لي يا مستر السي ده قاعد في مثلثه صغيره اسمها بي سي دي. المثلثه دي ما فيهاش ولا سايد، يعني البي دي مش معانا، البي سي مش معانا، حتى البي سي اللي عايزه طبعا مش معانا. طب اعمل ايه؟ قال لك خلاص سيب التريانجل ده على الصغير على جنب، واطلع التريانجل اللي جنب منه. التريانجل اللي هو اي بي دي عنده سايد 100. طب ما انا ممكن اطبق الساين رول اللي خدناها في الترم الاول يا شباب، بس انا محتاج انجلز. طب ما انا معايا انجل اكستيريور وانجل انتيريور، ما انا ممكن اجيب انجل اي دي بي عن طريق اعمل اللي بره ماينس اللي جوه، خدناها من اول عدد زمان. انجل اي دي بي اللي هي فوق عباره عن الاكستيريور ماينس الانتيريور. طب جبت انجل اي دي بي اعمل ايه؟ قال لك لا بقى خلاص، طبق قانون الساين رول على الترينجل اي بي دي. هعمل ايه؟ هقول 100 اوفر ساين انجل اي دي بي على بي دي اوفر ساين 36 18. اقول تاني يا شباب اهو، اي بي اللي هي ال 100 اوفر ساين اي دي بي، طبعا انت جبتها طبعا، عاملها ماينس اهي اللي هي 23 59، يساوي بي دي على ساين 36 18. طبعا اول حاجه ما جبنا الانجل بتاع 23 ومعاه حبه دي حبه منت، راح بعد ده ايه؟ طبق قانون ساين رول، بي دي على ساين يساوي 100 على ساين. هنعمل اكس كروس، جبنا مين؟ جبنا البي دي. بكام بي دي؟ برقم هنجيبه ده حاسبه وخليه على جنب، ايا كان اللي هتجيبه الرقم ده. تعالى بقى يا مستر، انا ممكن اعمل حركه ثانيه دلوقتي، ممكن اطبق الساين رول على المثلث اللي جنب منه اللي هو بي سي دي. ممكن اقول سي دي على ساين كاستي 17
بي دي على ساين 90، وانا جبت البي دي قبل كده وراح اعمل اكس كروس كمان مره وحاسب الايه السي دي، هيطلع معايا 126 متر. يبقى ارتفاع البرج ده كام؟ 126 متر، عن طريق ان طبقت قانون الساين رول كام مره؟ مرتين. طبعا طلاب العلم معايا مصحصحين وعارفين الكلام ده، خدناه شبه في الترم الاول، فبالنسبه له المساله ايه؟ قول لي هي ستور جديده طبق عليها الساين رول مرتين. ولما طبق الساين رول طبقه ايه؟ على التريانجل اللي عنده سايد، ادور على التريانجل اللي عنده سايد ابدا بيه الاول. هجيب دايما الكومن سايد اللي هو بي دي، دايما هتلاقي نفسك بتجيب البي دي اللي هو كومن سايد ده اللي بين التو تريانجل، اول ما هتجيبه تروح مطبق الساين رول كمان مره على التريانجل ده، هتلاقي نفسك جبت الهايت بتاع مين؟ التاور اللي قال عليه مستر ايه في المساله. Another examples. A man is a boat. راجل قاعد في مركب ماشي او قارب moving in the water away from the rock. بيتحرك بعيد عن صخره. طبعا كلنا عارفين ممكن وانا قاعد على شط البحر كده ممكن ابقى شايف قدام مني قارب بينه وبين اللي هو البر ده مثلا او الشط ده كده حوالي مسافه معينه، ممكن القارب ده يبعد كمان ويبعد يخش جوه البحر جامد، تمام؟ فانا بقول لك ايه؟ مساله جميله ستوري. A man is in a boat moving in the water way away from a rock of height 600. راجل قاعد في مركب بعيد بيبعد عنها عن صخره طولها 600 متر جوه الميه، الراجل ده بياخد مركب يخش جوه الميه. He found that the measure of the angle of elevation of the top of the rock في لحظه معينه كانت كام؟ 60. يعني اول مره والمركب ما مشاش عند السي بص على ايه؟ لقى 60. شويه قال لك لا انا هدخل في البحر كمان جوه شويه، فدخل مسافه. Then after 4 minutes بعد 4 دقائق لقاها جوه البحر. طبعا لقى الانجل كمان مره كام؟ 45. انجل مين بالتحديد؟ التوب تحت الروك اللي هي الايه اللي فوق. هو كان عند سي بص على ايه؟ لقى 60. دخل 4 دقائق جوه البحر وقف عند دي وبص كمان مره لقاها 45. طبعا السؤال هنا بقى الجميل اللي عندنا، calculate the average velocity of the boat to the nearest meter per minute. انا عايز السرعه المتوسطه للمركب في هذه المسافه دي من سي دي. قال لك طيب كلمه velocity بتوع العلم عارفينها ان هي عباره عن الديستنس على مين؟ على التايم. وبالتالي انت مطلوب منك حاجه، لازم تعرف المسافه سي دي قد ايه؟ اللي هو دخلها جوه البحر قد ايه؟ لو انت عرفتها هتقول الله انا جبت المسافه دي سي وعندي زمن 4 دقائق ممكن نحولها او نخليها زي ما هي، هعمل الدي سي طولها على التايم هجيب لك يا مستر ايه الفولس بتاعت مين؟ بتاعت مين اللي هي المركب ده. طب نعمل ايه بقى؟ ازاي اوصل انا واولادي اجيب الدي سي؟ الدي سي قاعده في تريانجل ما فيهوش ولا سايد، يعني اي سي دي ما عندوش ولا سايد. خلاص سيب التريانجل ده على جنب وخش على التريانجل اللي جنب منه اللي هو اي بي سي. الله ده عنده طول ب 600 وعنده 90 وعندي سكستي، يعني ممكن اطبق على ساين رول اجيب الاي سي الاول. يبقى دايما هتفكر هتجيب مين؟ اي سي الاول. هتعمل ايه؟ هتعمل 600 على ساين 60 يساوي اي سي على ساين 90. تاني 600 بحل على طول يا شباب، ها 600 على ساين 60 السايد على ساين الانجل اللي بص عليه هيساوي اي سي على ساين 90، واعمل اكس كروس جبت انا كام الاي سي؟ جبته خلاص، جبت الاي سي تمام، اطبق قانون الساين كمان مره على اللي جنب منه. انا عندي سكستي بره و45 جوه، اروح اعملهم ماينس هتبقى انجل دي اي سي اللي فوق ب 15. عامل نفس القصه اي سي على ساين 45 يساوي دي سي على ساين مين؟ 15. وراح جايب الدي سي، الدي سي كام عندي؟ 253.59. طب همسك المسافه دي هنعملها ديفايد فور هيطلع تقريبا كده 63 متر بالمانت. على فكره ممكن السؤال ده يتحل بطريقه ثانيه، ممكن اطبق الساين رول على المثلث اي بي سي اجيب البي سي، وممكن بعد كده اطبق الساين رول على الاي بي دي اجيب البي دي واعملهم ماينس مفيش مشاكل، وتروح جايب السي دي ده ماينس ده، كل ده بالنسبه لك شغال مش مشكله يعني. بس انت لو يعني حاول نفسك تشتغل عليه. انا اشتغلت على الساين رول انا عارفه 600 على ساين 60 يساوي اي سي على ساين 90، جبت لك الاي سي. هتروح داخل على المثلث اللي جنب منه، جايب انجل ايه اللي فوق الصغيره ب 15، هتعمل 60 ماينس 15، هتروح عامل بعد كده دي سي على ساين 15 يساوي اي سي على ساين 45،
وعامل اكس كروس وجايب المين دي سي. لما جبت دي سي خلاص بقى من حاجه تقول ايه بقى الفورس عباره عن ايه اس على تي، اس اللي هي 253.59 على 4 مينت، يطلع تقريبا السرعه المتوسطه 63 متر بالمنت. شفت السؤال يجمع بين اكتر من فكره جوه ايه درسنا ايه في العلم. تعال نشوف سؤال اخر جميل حلو سهل خالص، بيقول from the top of the house، يعني دلوقتي الراجل واخد العده بتاعته وواقف فوق ايه؟ فوق المنزل اللي ارتفاعه 6 متر على الارض، واقف فوق عند الدي. ماله الراجل ده بيعمل ايه؟ The measure of angle of elevation of the top of the tree was 20. الانجل الايفيشن الراجل بيبص على شجره اعلى من البيت ده. فبص لفوق كده لقى التوب بتاعت الشجره عامله 20. انا عامل لك خط منقط في النص عشان اقول لك من الخط المنقط ليه فوق دي elevation. المتنقط لتحت ديبريشن عشان ما تتوهش، لان الراجل هيبص على قمه الشجره وعلى البيز اوف ذا تري، يبقى لازم هيبقى عندك تو انجلز، واحده اليفيشن وواحده ديبريشن. عمل ايه الراجل بقى في السؤال ده؟ قال ايه؟ قال لك ذا ميجر اوف ذا انجل اوف اليفيشن اوف ذا توب اوف ذا تري ووز، لقاها 20، اند ذا ميجر اوف ذا انجل اوف ذا ديبريشن بتاعت البيز لقاها 30. بص فوق لقاها 20، بص تحت لقاها 30. السؤال find the distance between the base of the house، اوجد المسافه من قاعده المنزل and the base of the tree. عايزين المسافه من القاعده للقاعده، يعني عايزين كلنا المسافه مين؟ بي سي. تعمل كام البي سي دي بقى؟ عايزين نعرفوها كام. وبعد كده find also the height of the tree، ارتفاع الشجره كله عموما. اذا علم ان طبعا الشجره والمنزل على نفس الارض المستويه مره واحده. تعال نقسم شغلنا يا شباب. لو قلت لك انت عندك كام تريانجل؟ في تريانجل اسمه بي سي دي، في تريانجل اسمه اي سي اي بي دي، او لا تاني اي بي دي ده تريانجل، وتريانجل اسمه بي سي دي ده تريانجل. انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز البي سي اللي هو اول مطلوب، عايز المسافه دي قد ايه؟ قال لك طب بص، طب ما انت عندك تريانجل بي سي دي ما شاء الله، انت عندك ال 30 بالانترنت تبقى 30 تحت زيها. طب 30 90 كاستي ارتفاع المنزل 6، ممكن اجيب البي سي او ال 6 على ساين 30 يساوي بي سي على ساين 60 كروس مالتي بلاي، جبت البي سي 10.4. يعني بالنسبه لنا انا واولادي العلم ما عندهمش مشكله. اقول لك يا مستر انا هطبق الساين رول، 6 على ساين 30 يساوي بي سي على ساين 60، اعمل كروس مالتي بلاي اطلع البي سي 10.4. في ناس يجيبوا بالاله حاسبه يقول لك انا ممكن اجيب ده 6 وعندي 30، يبقى البي دي ب 12، يبقى ده بالبايثاغورس. كل ده مباح بالنسبه لك، راجل علم وتتعامل مع الماده بسهوله. انا بطبق ساين رول جميل عشان ولادنا كلهم يفهموها بعض. طب ادينا جبنا بي سي يا عم، ايه بقى المطلوب تاني؟ ارتفاع الشجره ده اللي هو اي بي. ممكن تجيبه باكثر من طريقه، بس انا هوفر عليك وقت. ممكن تاخد تريانجل اي بي دي، شايفه؟ كويس او شايفه؟ تعالى نعمل حصر للانجل بتاعك. انا شايف 20 و 30 دول عاملين 50، وشايف 30 تحت اللي جنبيها اي بي دي تعمل 60، ما هو الشجره بتيجي على الجراوند، يبقى نقص 30 من ال 90 يبقى انجل اي بي دي ب 60. طب هنا 60 وفوق 50 يبقى اللي فوق كام؟ 70، يبقى اللي فوق ب 70. كده التريانجل اللي فوق ده متظبط معانا يا شباب. بص اللي حصل كده معاك، عندك 50 وعندك 60 وعندك 70، يعني الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ خلاص كده متظبط. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك الله، انا ممكن اطبق قانون الساين رول على اي تريانجل، على تريانجل اي بي دي. طب هتجيب منه ايه بقى يا مستر كده؟ لا ده هجيب منه كتير. واحد هقول اي بي على ساين 50، ده مين بقى اي بي؟ اللي هو بالنسبه لنا هايت اوف ذا تري. ثم بي دي على ساين 70، جميل يا شباب ماشي، بيساوي اي دي على ساين، ها كام عندك؟ 60. واحد يقول لي يا مستر احنا ما جبناش بي دي لسه. يا عم ما انت عندك اكس كروس، هات اللي انت عايزه خلاص، احنا جبنا البي سي اهو، وبعدها هتجيب البي دي من حقك تجيبه طبعا، ما هيعملش معاك مشاكل، تمام؟ هيعمل برضه بالبايثاغورس بالساين، هناخد بي دي اللي احنا جبناه مع مين؟ مع ساين 70، هيساوي اي بي على ساين 50، واعمل اكس كروس اجيب لك يا عم الاي بي على طول. ده ايه؟ ده الطالب اللي هو عايز ياخد تريانجل كله على بعض اللي هو اي بي دي. واحد تاني يقول لي لا بس انا ممكن اجيب المسافه، ممكن اجيب تريانجل اي اي دي اللي فوق.
انا شايف بالنسبه لي اي دي بالنسبه لي قد اللي تحت، يبقى هو كمان 10.4 وانجل ايه اللي فوق ب 70، فانا ممكن اطبق اي اي على ساين 7 دي يساوي اي اي على كده ساين 20، وعمال اجيب الاي اي لوحده. تمام، جبت الاي اي بكام؟ بطلع بكام؟ 3.8. المسافه بي اي شبه المسافه طول المنزل اللي عندنا ده قد بعض، يبقى ناخد ال 6 دي نحطها هناك عند البي اي، يبقى 6 بلس مين؟ 3.8، حلقة طالعه 9.8. اصبح هذا السؤال له اكثر من طريقه للاجابه. واحد يشتغل بالساين رول على الترانجل بي سي دي، يجيب البي سي ويجيب البي دي، وبعدين يدخل على الترانجل اي بي دي يلعب على الساين رول كمان مره، هيقول بي دي على ساين اي يساوي اي بي على ساين دي، ويخلص وتبقى المساله قانون واحد خلص الموضوع. تمام، وهو طبعا طالب شاطر بيجيب جميع السيدات اللي عنده باستخدام الساين رول اللي هو ايه درسهم في الترم الاول. تعالى نشوف مع بعض مثال اخر جميل. From the top of the rock، هنا الراجل واقف فين؟ في قمه صخره ارتفاعها كام؟ 100 متر هايت. The depression angle of the top and the base of the tower. واحد يقول له مستر ايه ده؟ هو الراجل واقف فوق ده بيبص على ايه؟ ده اتنين depression. ممكن يكون الصخره اعلى من الهدف اللي قدام منه. فبالتالي هيبص على قمه الحاجه اللي قدام منها هتبقى هي صغيره شويه، ويبص على البيز بتاعتها كمان هيلاقيها تحت اصغر خالص. قال لي هيطلع منه اثنين انجلز، واحده عندنا قال عليها ب 22، واحده قايل عليها 33. قال لي ايه؟ نقرا السؤال. From the top of the rock 100 meter high، من قمه صخره ارتفاعها 100 متر. ايه اللي حصل؟ The depression angle of the top and the base. الانجل زاويه الانخفاض بتاعت قمه برج وقاعدته كانت كام؟ 22 33. اوجد فايند ذا هايت اوف ذا تاور، عايزين المسافه سي دي الصغيره ارتفاع البرج تو ذا نيرست متر هايت، given that the base of the rock and the base of the tower are in the same horizontal plane. جميل، وانت بترسم المسافه دي لوحدك عشان تشوفها لازم تحط ايه؟ تعمل خط الاول زي السي بي كده طويل بالمسطره، وتعمل خط اي بي اطول وسي بي صغير شويه. تروح واخد خط من اي دي كده لاين، وتروح واخد خط اي سي كمان لاين، وما تنساش الهوريزنتال اللي انا منقطه اللي هو اللي فوق ده. لازم لو انت فوق لازم تعمل هوريزنتال ضروري عشان يوزن لك المساله. التوب هي 22 اللي هي اللي بين المتنقط والخط اللي تحت منه الاحمر، دي 22. الثانيه 36 تحت البيز اللي بين المتنقط والخط اللي في النص اللي هو الاي سي. طبعا ولادي عارفين الالترنيت، هيقول لك يا مستر ما لو اللي فوق ب 33 تبقى اللي تحت ب 33. طب ما انا ممكن اجيب انجل سي اي دي الصغيره الاكد الصغيره، هروح عامل 33 كبيره ماينس 22، هيبقى معانا كام؟ 11. يبقى انجل دي اي سي ب 11. تمام، وممكن اجيب لك انجل اي سي دي اعمل 90 ماينس 33 واجيب لك انجل دي. الطالب الشاطر يجيب جميع الاناجل اللي في الرسمه عشان يبقى ايه بالنسبه له المساله متيسره جدا معاه. تعال نطبق نبدا مين؟ هو عايز مننا ايه؟ قال انا عايز ارتفاع المنزل او ارتفاع البرج. بص يا مستر، ارتفاع البرج ده قاعد في ترانجل اسمه اي سي دي، والترانجل ده ما عندوش ولا سايد موجود. طب ما انا اسيبه المثلث ده على جنب واخد اللي جنب منه اللي هو اي بي سي. الترانجل ده عنده خط ب 100 وعندي 33 وعندي 90، يعني ممكن اجيب الكومن سايد اللي هو اي سي اللي بينهم عن طريق الساين رول. قال لك دخل في الموضوع على طول، 100 على ساين 33، بص الجمال، هيساوي اي سي على ساين 90. اكس بلس جبناها تاني تاني يا شباب، 100 على ساين 33 هيساوي اي سي على ساين 90. بالكروس طلع الاي سي كام؟ 183.6. ادخل على المثلث اللي جنبه هقول اي سي على ساين دي هيساوي، بص يا شباب، سي دي على ساين 11. تاني تاني بص تاني، اي سي اللي احنا جبناه واخد بالنا على ساين مين؟ دي. بعدين دي سي اللي هو الهايت بتاع التاور على ساين 11 اللي بص عليه فوق خالص. كده بقى اشتغل براحتي بقى يا مستر. اي سي على ساين 112 اللي هي دي هيساوي سي دي على ساين 11. طبعا انا جبنا مع بعض الاي سي ده قبل كده اللي هو 183.6، اروح عامل كروس مالتبلاي عامل 183.6 تايم ساين 11 على ساين 112. الاله الحاسبه الجميله يطلع السي دي اللي هو عايزه ارتفاع المنزل ده بكام؟ ب 38 متر.
هنا دايما هتلاحظ حاجه، شغال انا وامك من بدري على مين يا رجاله؟ على حاجه اسمها ايه؟ الساين رول. مره على التريانجل ده اجيب منه سايد، مره على التريانجل تاني اجيب اخلص المساله على طول. يبقى دايما بايه؟ بتوفر سايد يزق معاك شويه في المثلث اللي هو ايه؟ في الحاجه اللي هو عايزها ودارسها. تعالوا نشوف مع بعض كده السؤال الجميل ده اللي جاي ده. بيقول ايه يا شباب هنا؟ في عندي فايلز ميجر اوف انجل ديبريشن اوف ميلرز. في عندنا طيار قاس الانجل بتاعت انخفاض طائره حربيه من مطار، ماشي؟ قال لي اند ذا فاوند ذا ميجر ووز 40. يعني الطيار ده كده بص على قاعده في الارض لقى القاعده دي كام درجه؟ 40. يبقى انا كده حاطط نفسي فين؟ عندي فين؟ عندي الطيار فوق، عندي ايه؟ واقف فوق. بصيت على قاعده عسكريه تحت عامله 40. ايه اللي حصل بقى؟ وين ديسند الطيار ده عامل ايه؟ خفف سرعته شويه وقلل، والطياره راحت نزلت لتحت مسافه 150 متر لتحت. قال لي وين هي ديسند فيرتيكالي داون ديستنس؟ لما الطياره نزلت لتحت 150 متر من مكانها كده، قال لي ايه؟ السولدر ان ذا ميلورتي ستيشن اوبزرفد. واحد من ضمن العساكر اللي قاعدين في القاعده العسكريه لاحظ الطيار. لها كم درجه بإليفيشن؟ 25. يبقى انا عندي ايه؟ الطيار في ايه؟ شاف القاعده العسكريه ب 40. لما نزل من ايه؟ نزل لدي مسافه 150 متر. العسكري اللي تحت او الراجل اللي تحت العسكري شاف الطياره من تحت لفوق بزاويه 25. In the height of the airplane from the surface of the earth. عايزين المسافه بي دي، ارتفاع الطياره دي يعمل كام على الارض ساعتها؟ جميل. طبعا ايه الكلام ده جميل قوي، بينا ممكن نعمله مع بعض خطوه بخطوه. قول لي هتعمل ايه؟ طبعا انت كده وانت قريت المساله معايا هتعرف تحددها. هتعمل اول بي سي الاول، ده خط، وتعمل بوينت زي سي، وتعمل نقطه اي فوق كده، وتخيلتها ترانجل اسمها اي بي سي. ايه اللي هو مكان الطياره الاصل الاولاني، وجاي عامل عندها خط هوريزنتال منقط وعامل فورت اللي هي الدبريشن اللي هو قام بيها الطيار عشان يرصد القاعده اللي على الارض. بعد كده نزلنا من ايه؟ رحنا لدي مسافه كام؟ 150 متر. وبعدين عملنا سهم طالع من سي رايح لدي. كان الراجل العسكري اللي قاعد في القاعده العسكريه شاف الطياره ب 25. احنا بقى عايزين مين بقى دلوقتي؟ المسافه بي دي تعمل كام؟ طبعا البي دي دهيت يا شباب المفروض قاعده في تريانجل سي بي دي. التريانجل ده ما عندوش ولا سايد بس عنده كذا انجل، عنده 25 و90، ممكن تجيب دي اللي فوق عادي. طب ما انا اقول لك حاجه، ما تسيب التريانجل ده في حاله واطلع للتريانجل اللي فوق اللي هو اي دي سي. التريانجل ده عنده اي دي 150 وعنده انجل اي اللي فوق 40 من 90 يبقى 50، واقدر اجيب لك اللي جنب 25، واقدر اجيب لك الانجل دي اللي جنبها، ويعني انا اقدر اجيب لك جميع انجل تريانجل اي دي سي، صح؟ ما انت عارف 90 25 يبقى اللي فوق 65، اللي جنبها كذا، اللي جنبها جبناها. قال لك انا هجيب لك انجل اي سي دي جنب النصف لها كام؟ لها 15 الصغيره اللي هي اي سي دي. قال له خلاص اطبق بقى مين الساين رول على التريانجل اي سي دي. قال لي بقى واحد اخد 150 على اللي بص عليها اللي هي ساين 15 هيساوي دي سي اللي هو الكومن سايد اللي هي معاك واجب دلوقتي على ساين 50. تاني تاني يا مستر، 150 على ساين 15 اللي هي انجل اي سي دي هيساوي سي دي على ساين 50. اكس كروس وهجيب السي دي خليه على جنب، المستر حاطط لك كده ايه الكروس بتاعه سيبه على جنب. طب ما انا ممكن يا مستر بقى اطبق الساين رول بقى كده خلاص بقى معايا البي دي سي، وانا محتاج البي دي قربت له اهو خلاص اهو طبق الساين رول كمان على ترينجل دي بي سي، او البي دي على ساين 25 هيساوي دي سي على ساين 90. خد من فوق وعوض واعمل كروس هيطلع عندك المسافه بي دي هتديها كام؟ 188 متر. ارتفاع الطياره عن الليك عن الارض مسافه 188 ايه متر اللي قال عليه الراجل في مساله. تمام يا شباب؟ احنا بقى مع بعض عملنا ايه دكتور السؤال ده؟ واحد، اول حاجه حددنا مكان التيار الاولاني اللي هي نقطه ايه. تاني حاجه حبينا ايه نشوف هو بيبص فين؟ على حاجه تحت؟ يبقى عامل ديبريشن. عملنا خط بتنقط كده ورحت عامل سهم من ايه رايح لسي. حددت انجل ديبريشن لقيتها 40. بعد كده وانا بقرا لقيت ايه؟
هو انهي ديسانت نزل اللي ممكن يطلع، ايه المشكله؟ نزل بالطياره المسافه 150 متر وقاس، الراجل اللي تحت بقى هو اللي قاس بقى المره دي. يبقى انت عندك ديبريشن واليفيشن، ديبريشن واليفيشن، تحت اليفيشن اللي هو ايه؟ العسكري تحت رصد الطياره لقاها ب 25، اما الطيار فوق رصد الموقع لقاها ب 40، وبالتالي حب بقى الطالب يتعامل مع المساله بايه؟ عن طريق الساين رول. مره قال له مستر هاخد ترينجل اي دي سي الاول، هطبع عليه الساين رول، حول اي دي على ساين يساوي دي سي على ساين، واجيب كروس واجيب الايه؟ الدي سي اللي هو الكومن ساين. ثم بعد كده اتعامل مع الترينجل اللي هو دي بي سي، هاخد دي بي على ساين 25 يساوي دي سي على ساين 90، واخلص المساله واجيب ارتفاع مين؟ الطياره عن قاعده ايه؟ البورك. تعالوا مع بعض نشوف another example. Tower of the Heights 60. برج ارتفاعه 60. ماله؟ In constructed of the rock. بنوه على صخرة. ممكن تبقى انت ايه؟ ماشي كده في الجبال كده تلاقي جبل كبير فوق منه ايه؟ زي عمود كهرباء كبير كده. واخد بالك؟ طوله 60 متر على تبة كبيرة. From a point of the ground. من نقطة على الأرض. ماشي؟ ايه اللي حصل؟ The measure of elevation angle of the top of the house، يعني زود ارتفاع الهاوس اللي قال عليه الراجل ده، ماله بقى؟ ها يا مستر كام؟ The elevation angle of the top and the base of the tower كانت 74 الاول، يبقى من تحت لفوق خالص 74 بالنسبه للسي فوق، لكن لما بص على البيز بتاع التاور اللي هي اي بي، شايف اي بي شايفها؟ مع السايد اللي تحت لها 43. يبقى الراجل ده بص على قمه البرج اللي فوق خالص يا سي لا 74، من اول اي دي لغايه اي سي دي كلها، يعني انجل سي اي دي 74 كامله. ثم بص على البيز لقاها 43 اللي هي انجل دي اي بي لقاها 43. المطلوب بقى ايه اللي يحصل؟ قال لي الله انت عايز ايه يا مستر في السؤال ده؟ اوجد ارتفاع الروك اللي هي البي دي، عايزينها. مستر البي دي ديت قاعده في تريانجل اسمه بي دي اي، وتريانجل بي دي اي كالعاده ما عندوش ولا سايد. طب وبعدين؟ يبقى لازم اجيب السايد اي بي اللي هو يعتبر كومن بين تو تريانجلز. في اي بي هو شايفه قاعد بين المثلثين، اقدر اجيبه الاول من المثلث اللي فوق منه. يبقى انا هضطر استفيد من استكاستي متر اللي هو جايبها، هاخد تريانجل اي بي سي، يبقى نقطه الدراج بتاعتي من التريانجل اللي فوق الاول اللي هو اي بي سي. طب الطلاب بتوع عارف يجيبوا انجل؟ طبعا يا مستر، ده عندنا انجل اي، انجل اي دي سي الاي 74 والدي 90، يعني ممكن اجيب لك السي اللي فوق ب 16. جميل قوي قوي. طب ما نطبق بقى يا عم، قول له سكيستي على ساين 74 هيساوي اي بي على ساين 16. تاني اهو، اي بي على ساين 16 هيساوي سكيستي على ساين 7 كام؟ كام عندك؟ اني انجل عندك الصغيره؟ مش 74 طبعا، على 31. ليه؟ انت عملت ماينس 74 ماينس 43، لان انا واخد ترانجل مين؟ اي بي سي، واخد مين؟ اي بي سي، يبقى 60 على ساين ها 31 هيساوي اي بي على ساين 16. ده انا اشتغلت بقى على ترانجل اي بي سي. ال 60 بص على مين؟ مش على 74، لا على الماينس بتاعهم. الكبيره 74 نقص منها 43 هيتبقى لك 31 الصغيره اللي هي بي اي سي. يبقى 60 على ساين 31 هيساوي اي بي على ساين 16. بالكروس جبت الاي بي خلاص، ممكن تجيبوا الارقام ويحطوا قدام منها تبقى الدنيا تمام قوي قوي. بعدين هتنزل لترانجل اي دي بي، ايه اللي حصل بقى؟ هتقول يا مستر بي دي على ساين 43 هيساوي اي بي اللي احنا جبناه من شويه ده على ساين 90، وعامل اكس كروس وجايب 21.9. كده خلاص حسبت ارتفاع الصخره، جبتها عن طريق المساله الجميله وحلتها. يبقى انا كده بص، اهم حاجه في المثال ده يا شباب تعرف ترسم الترانجل كويس، لان لو المساله ما اترسمتش ممكن انت تعوم فيها ما تعرفش تطلع منها. يبقى لما اقول لك تاور اوف هاي 60 ماله؟ از كونستراكتد، انشئ على صخره. يبقى انت تعمل زي بالظبط بي دي الاول، طبعا انت عامل اي دي الارض الاول، خط افق على سطر الكراسه، وعامل حته زي بي دي الاول، وراح متقج على الخط تاني جديد اسمه بي سي لفوق. ماشي؟ يبقى ده انت ميزت، قلت البي سي ده كاتب جنبها سكيستي، والبي دي ده هو الروك، وتبدا ترسم خط من ايه رايح لسي 74.
خط من A ل B عامل انجل 43، وتحط علامة استفهام على البي دي اللي هو عايزها. طبعا عشان تعمل خطة لحساب البي دي لازم تجيب الاي بي الاول، يبقى انا هضطر اجيب انجل سي اي بي حول 74 ماينس 43 بلس 61، وهطبق الساين رول على مين؟ على التريانجل اللي هو اي بي سي حول 60 على ساين 31 هيساوي اي بي على ساين 60، واحسب الاي بي بتاعي. ثم بعد كده ابدا ادخل للتريانجل اللي هو اي دي بي واقول يلا يا مستر بقى بي دي على ساين 43 هيساوي اي بي على ساين 90، ونعمل اكس كروس ونجيب ايه؟ هايت اوف ذا ايه؟ اوف ذا روك. تعال نشوف مثال اخر اشد شراسه شويه. يقول ايه؟ From a point of the horizontal plane passing through the base of the hill. في عندك دلوقتي في نقطة ده منك على خط أفقي بتمر بقاعدة إيه؟ تبة أو صخرة كبيرة، تمام كده؟ إيه اللي حصل؟ A man found the elevation angle of the top of the hill كام؟ 29. يبقى 29 شفتها فين؟ اللي هي أنجل دي إيه سي كلها على بعضها، دي اي سي كلها على بعضها، دي اي سي كلها على بعضها، اسمها ايه؟ بص على السي اللي فوق لها كام؟ 29. حلو. After he walked 700 meter toward the hill. الراجل ده ايه بقى؟ مشى مسافه اي بي. اي بي شايفها؟ هي جوه الرسمه شويه، دي على منحدر كده. 700 toward the hill، the plane inclined the horizontal plane بانجل 12. يعني الراجل طالع من A ل B، شايف A B فين؟ A B اهي جوه جنب 37، طالع مسافه A B منحدر كده عامل زي خط شبه الهيبوتس ده، طالع كده لفوق كام متر؟ 900 متر ماشي. وبس المنحدر ده بيميل على الارض بكام؟ ب 12 ماشي. ايه اللي حصل بقى؟ اس قال لي الله هي ذا تو هيل اون ذا بلين اوف انكلاينز هورزنتال بلين از انجل 12. He found that the measure of the angle elevation L another time لا 37. قعد يقيس كمان مره الانجل سي لا 37. السؤال المعتاد find the height of the hill to the nearest meter. عايزين ارتفاع التبه دي او الصخر ديت لاقرب متر. طبعا انت ملاحظ حاجه، اول حاجه عندك ايه؟ دي ده ارض. الدي سي ده الروك او اللي هو ايه العلاقه او الهيل كوم اللي هو قال عليه الراجل ده. طب عندك انت راجل واقف عند ايه؟ بص اول مره لقى 29 اللي هي انجل دي اي سي. شويه الراجل ده مشى عن طريق مائل على الافقي بزاويه 12 ووصل عند البي، يعني طلع كده زي جبليه مايله كده، قاعد يمشي 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 لغايه ما وصل عند بي، وقاس كمان مره يعني قرب من ايه؟ من قمه التبه شويه، وقاسها لها 37. كان معتاد الموقف ده بتعمل منه ايه؟ قال لك لا عادي، ايه المشكله يا مستر؟ أنا هرسم أي دي سي ده مثلث كبير، وهرسم بي إي سي ده مثلث صغير جواه. البي ب 37 هيبقى الإي كمان 37 عشان ده كورسبوندنج. وعندك ال 17 وال 12 دولت واحدة 29 شال منها 12 يبقى اللي فوق دي 17 عشان تجي الأولى 29. أبدأ أشتغل. قال لي إيه؟ تعالى أدخل تراجل أي بي سي الأول. أي بي سي شفته؟ أي بي سي اللي هو تراجل أنه اللي هو اللي فيه انجل اوبتيوس اي بي سي. ماله؟ قال لي انجل بي اي سي كلها على بعضها بي اي سي هتبقى 29 ماينس 12 هيبقى 17. يبقى سي اي دي كسر على الانجل سي اي اي، وبالتالي هجيب انجل اي سي اي هيبقى 37 ماينس 29 تطلع لي 8 اللي هي اللي فوق الصغيره خالص. اخد الانجل بقى اي بي سي نفسه. ماله؟ عندي انا مش الانجل اي بي سي هتبقى 180 ماينس هتبقى 155 ده الاوبتيوس. ابدا اطبق القاعده. يلا بينا حول اي سي على مين؟ على ساين 155 تساوي 700 على ساين ايه؟ بالكروس جبت الاي سي. حلو؟ خلاص اي سي دي معانا؟ داخلين على حركه ثانيه. في التريانجل اي سي دي الكبير خالص. كبير خالص، ماله يا مستر؟ ايه الموجود فيه؟ عندي السي دي لما احب احسبه هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ اي سي ساين 29. جميل، اه من حقك طبعا لان ده يعتبر اوبزيت. جبنا الاي سي وكمان خلاص وحسبناه، وجبنا كمان السي دي اللي هو الرقم اللي قال عليه الراجل. بص بقى مستر بقى، انا ممكن اجيب السي دي عن طريق الكروس طلع 1031 متر، يبقى ارتفاع الصخره دي كام؟ 1031. يبقى الراجل الاول مهد جاب الاي سي الاول من مثلثه اي بي سي بالساين رول. بعد ما جاب الاي سي قال لك بس انا معايا ترنجل اي سي كبير خالص، انجل A 29 ومعايا الهيبوتنس،
وعايز يليه عامل ايه ساين 29 بيساوي ده على ده، وراح جايب ايه بكروس جايب مين اللي هو طول الايه الطبق اللي قال على الراجل او الهيل اللي هي اسمها دي سي كلها. تمام، تعال نشوف اخر مثال او مثال قبل الاخير مش بص عليه. اشاب موف فروم ذا 13 بوينت، سفينه بتبحر من نقطه معينه في اتجاه 65 ويست اوف ساوث. في سفينه طالعه من مينا من حرف الاو ماشيه باتجاه 67 ويست اوف ساوث، يعني 65 غرب الجنوب. يبقى الرقم ده يتحط جنب مين؟ اجي عند الجنوب كده وامشي من الويست واعمل 65 بسرعه كام؟ 12 كيلو بير اور، يعني في الساعه بتمشي ب 12. طب لو ساعتين 24، طب لو ثلاثه 36، يبقى بعمل تايم 3. تمام، يبقى السفينه اللي هي طالعه من او نازله لايه دي ماشيه في اتجاه 65 ويست اوف ساوث وماشيه بسرعه كام؟ 12 كيلو بير اور. في نفس اللحظه في نفس المينا طالع السفينه ثاني موف ذا سيم بوينت نفس النقطه في اتجاه 50 نورث اوف ويست، يعني 50 شمال الغرب، بسرعه كام؟ بسرعه 5 الساعه، يعني الساعتين تبقى 10، 3 ساعات تبقى 15، 4 يبقى 20. اوجد المسافه بين التو شيبت افتر 3 اور. عايز المسافه اي بي بعد 3 ساعات. طب ما دي حاجه سهله يا مستر، انا هعمل عند الاو اعمل خط لتحت هسمي او اي، واجي عند او بي اعمل خط واروح موصل الاي بي ده، والمطلوب بقى ايه بقى ان شاء الله؟ واحد، المسافه او اي بعد 3 ساعات تبقى كام؟ السفينه بتمشي بكام؟ ب 12 في الساعه. طب لو ساعتين 24، 3 ساعات يبقى 36، يبقى المسافه او اي طولها 36. تعالى على او بي، هي بتمشي ب 5 في الساعه، طب 2 يبقى 10، طب لو 3 15، يبقى او بي طولها 15. كده بقى هنا قدام تريانجل اسمه بي او اي، سايد ب 15 سايد ب 36 وبينهم انجل 75، وانا عايز منك اي بي. كده دخلنا على مين يا شباب؟ على قانون الكوزين رول اللي هو السايد انجل سايد. انا عشان اجيب الاي بي اقول له تعالى اي بي سكوير بيساوي ها 15 بار 2 بلس 36 بار 2 ماينس 2 تايمز 15 تايمز 36 كوزين 75، وروح واخد رول طلع الاي بي بكام؟ 3523. يبقى انا كده ايه؟ حصلت على المسافه بين السفينتين بعد 3 ساعات. تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ بمهل لاولادي، بقول لهم بص يا اولاد احنا طبعا عندنا بنحاول نجيب او نستخدم الامثله اللي درس النهارده عن طريق ان انا بحط مسالتي على رسمه وبعدين ابدا احدد هل انا هشتغل على الساين رول ولا هشتغل على الكوزاين رول؟ لا، انا هقرا السؤال تاني معاك اهو عشان تبقى انت فاهم برضه. انا عندي ما يقول سفينه بتبحر من مكان، هروح عامل ايه؟ طالما لقيت شمال وجنوب وكذا، لا ده لازم اعمل اكسس. اقول الايست والويست والنورث والساوث. بعد كده بيقول الله ده الاولى في اتجاه كام؟ 65. يبقى انا هروح واخد خط كده من او رايح لايه؟ احط 65 صح. اوعى تحط 65 في المكان اللي مش بتاعها، تبقى المساله تبقى رونج على طول. واحدد المسافه، طبعا بقرا المثال اول قرايه سريعه من اول لاخرها مره واثنين وثلاثه، وبعدين اعرف انا حاسم عليه اساس. يبقى او اي طولها 36. تعالى على الثانيه بيقول لك 50 نورث اوف ويست، يبقى ايه؟ بسرعه 5 يبقى في الثلاث ساعات 15، يبقى او اي طوله 15. بقى اصبح عندي ترانجل اي او اي او اي بي او متظبط، واحد ب 15 واحد 36 والانجل بينهم كام؟ 75. اطبق قانون الساين رول عليه بطريقه سهله قوي عشان احسب مين الحاجه اللي انا عايزها. طبعا الطالب في الاول بيبدا يدرس حركه مين السفينه، يقول لك الله ده السرعه او المسافه بتساوي ايه؟ اس بتساوي في تي، هي ماشيه بسرعه 12 في 3 ساعات، يبقى 12 تايم 3، يبقى او اي او بي ده يبقى كام عندك؟ ده لو 5 يبقى 15. طب لو 3 او لو 3 كيلو او 12 كيلومتر في 3 هيبقى 12 تايم 3 يبقى 36. طب على اي اساس اشتغلنا على كوزين رول؟ معايا السايد انجل سايد، ادي واحد الثاني والانجل بينهم، يبقى انا هاخد اي بي باور 2 اللي هو السايد اللي قدام مني على طول اللي هو قدامي انجل 75 هيساوي 15 باور 2 بلس 65 بلس 66 باور 2 ماينس 2 تايمز 15 تايمز 36 كوزين 75. هستخدم الاله وهجيب الاي بي يطلع كام؟ 35.23. كده طبعا انا بشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله المره الجايه هنتقابل في حصص جميله في كاكتس.
الأدب والعلم مع بعض أو الجبرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.